السلام عليكم. في الدرس غنشوفو الجمع والطرح بالنسبة لعدد العشرية النسبية. غنشوفو فيه جمع عددين عشرية نسبيين في جوج حالات، ملي كيكون عندنا نفس الإشارة، كيكون عندنا إشارتين مختلفتين. كذلك بالنسبة للفرق نفس الحالة، كيكون عندنا نفس الإشارة إشارتين مختلفتين. وغنشوفو تقنيات الحالة اللي كيكون عندنا الأقواس كيفاش كنتعاملوا معاها. بالنسبة للمجموع عندنا نشوفو جوج حالات، كما قلنا نشوفو العددين لهما نفس الإشارة، سواء سالبين سواء موجبين. الخاصية كتقول أن إلا كان عندنا عددين لهما نفس الإشارة كنحتفظو بالإشارة وكنجمعو العددين بدون استعمال الإشارة. ناخد مثال، عندك ناقص 5.5 زائد ناقص 7 كم تساوي؟ هنا عندنا عددين لهما نفس الإشارة هي ناقص ناقص. شو كتقولنا القاعدة؟ كنحتفظو بالإشارة نكتبوها هي ناقص وكنجمعو العددين. إذن هي 5.5 زائد 7 اللي كتساوي ناقص هذا المجموع اللي هو 12.5. ناخد مثال واحد آخر، ناقص 3 زائد ناقص 2 شحال كتساوي؟ إذن عندي هنا ناقص دين الناقص والناقص، تنادي لهم نفس الإشارة نختار الناقص وكنجمع 3 زائد 2 هي ناقص. هذا المجموع هو 5. المثال العادي اللي كنستعملوه بطريقة اعتباطية بالنسبة للزائد 3 زائد 5، راه هنا الإشارة ديال هذه راهي زائد، دونك كنكتبو زائد 3 زائد 5 زائد هنا 8. غير هنا تم الاتفاق ان الزائد في الاول العدد، يكون العدد مكتوب هو الاول ما كتكتبش، داكشي علاش ما كنشوفوهاش. هذا بالنسبه للعددين اللي هما نفس الاشاره. الحاله الثانيه يعني لهما اشارتان مختلفتان، لهما إشارتان مختلفتان. ناخد مثال ونشوفو القاعدة، إشارتان مختلفتان يعني واحد موجب وواحد سالب. ناخد مثال 12.4 زائد ناقص 25.4. مثال، اش كتقول لي القاعدة؟ القاعدة كتقول لي إشارة ديال الجمع هي الإشارة ديال العدد اللي كبير. شكون العدد اللي كبير هنا؟ واش 12.4 ولا 25.4؟ 25.4 هو العدد الكبير، شنو الإشارة ديالو؟ هو الناقص، دونك كنشدها ونحطها هنايا ناقص. ومن بعد اش كندير؟ كنحسب الفرق ديالهم، الفرق تاني 25.4 ناقص 12.4، كنحسب الفرق ديالهم تاني ناقص 25 ناقص 12 دونك هي 13. دونك هي 13، دونك 12.14 زائد ناقص 25 هي ناقص 13. إذا القاعدة، ناخد مثال واحد آخر، ناقص 14.11 زائد
36 نختار أ تساوي مثلا. إذن نطبق القاعدة. القاعدة اش كتقول لي؟ أول حاجة كيكون عددين مختلفتان مختلفين نشرت مختلفة، كنحدد الإشارة بعد ديال الخارج ديال الجمع بيناتهم. هنا عندي ناقص، هنا عندي زائد، إذا هما مختلفين. كنشوف الإشارة، كنشوف العدد اللي كبير، دونك هنا 14.11 هنا 36 عدد كبير، و 36 شنو الإشارة ديال 36؟ هي زائد، دونك هي كنحطها هنا زائد، وكندير الفرق بينهم 36 ناقص 14.11، إذن هي زائد 36 ناقص 14.11 نحسبتوها غتجي 21.86 زائد، وقلنا شنو أن الزائد في الأول هذا مكنكتبوهاش، هي زائد هي 21.86. إذن القاعدة إذا كانوا مختلفين إشارة مختلفة كنشوف العدد اللي كنحدد الإشارات بعد ديال المجموع، العدد اللي كبير هو اللي عنده إشارة كنكتب الإشارة ديالو، ومن بعد كندير الفرق ديال العدد الكبير ناقص العدد الفرق ما بين العدد الكبير والعدد الصغير. هذه هي الخاصية. كاينة واحد الخاصية عقلتو، كنا شفنا العددين شنو هما عددين متقابلين، مثلا واحد مقابل ديالو كنا هو ناقص واحد، ناقص جوج المقابل ديالو هو جوج، دونك الاختلاف بيناتهم في الإشارة. واحد موجب واحد ثاني. الخاصية كتقولك أن المجموع ديال عددين متقابلين يساوي الصفر، إذا جمعنا عددين متقابلين فهو يساوي الصفر، دونك ناقص واحد زائد واحد عددين متقابلين، إذا المجموع ديالهم يساوي الصفر. نقصتي واحد وزدتي واحد، عطيتك واحد وعطيتيني واحد، حنا مقادين أنا وياك، أنت ما ربحتي وأنا ما ربحت، زيرو. بالنسبة للفرق عددين عشريين كتر كي بنفس هما كنستعملو نفس الخاصيات بالنسبة لجمع عددين عشريين، حيث الفرق ديال العددين هو حالة خاصة ديال الجمع، حيث مثلا جوج ناقص ثلاثة هذا الفرق هذا هو جوج زائد ناقص ثلاثة، إذا الفرق ديال العددين راه هو مجموع ديال العددين، دونك الخاصيات اللي شفنا في الجمع هو نفس الخاصيات كيطبقوا في الفرق. هنا غنشوفوا بعض التقنيات خاصة ملي كيكون عندنا الأقواس، عندنا تعبير، عندنا عملية فيها الأقواس، مثلا أ تساوي 11 زائد ناقص 2.5 زائد 33 زائد 3، عندنا أقواس. هنا التقنية كتقولك إذا كان عندك القوس مسبوق بزائد بغيتي تحيد الأقواس كلك تحيد الأقواس، إذا كان عندك مسبوق بزائد يمكن هاد الكتابة تحيد الأقواس، غتحيد الأقواس ولكن ما غتبدلش الإشارة ديال اللي كاين داخل الأقواس، غتكتبها كما هي، تن 11 وغتكتب هادشي اللي داخل الأقواس ناقص 2.2 زائد 33 زائد 3، وغتحسب بطريقة عادية حيت هنا فيهم الزائد والناقص، وغتحسب من اليسار لليمين. هذا ملي كيكون الزائد سابق القوس. الحالة ملي كيكون ناقص سابق القوس، مثلا 2.6 ناقص
جوج زائد ثلاثة ناقص واحد. هنا خاصية كتقول ان اللي كانت عندك الناقص كنكتبو جوج ستة، كان عندي الناقص كنشوف الإشارة ديال اللي لداخل، كان هنا عندي فيما كان عندي زائد كنردو ناقص، فيما كان عندي ناقص كنردو زائد، يعني كنقلب الإشارة ديال الأعداد اللي لداخل. هنا جوج عندي زائد دونك كنكتبها ناقص، هنا عندي ثلاثة زائد كنكتب ناقص، هنا عندي ناقص كنكتب زائد واحد، وعاد كنحسب. إذا اللي كان عندي الزائد كنكتب داخل القوس كما هو، كان عندي الناقص كنقلب الإشارة ديال العدد اللي داخل القوس، كانت زائد كنردها ناقص، كانت ناقص كنردها زائد. هادو غنشوفوهم في التمارين إن شاء الله. أتمنى الدرس يكون فاتكم ونتلقى في حصة التمارين. السلام عليكم.